مجدا وإكراما إكراما بعد للثالوث القدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا النهارده اليوم التاسع من صوم السيدة العذراء، كل سنة وانتم طيبين، ربنا ينفعنا بصلواتها وتضرعاتها وشفاعتها عنا. كان النهارده بنعمة ربنا نتكلم عن معجزة ثانية غير مختلفة، عن معجزات ثانية ازاي السيدة العذراء بتنقذ من حوادث السيارات والحاجات دي. احنا عارفين كلنا ان مشكلة المواصلات دي في مصر هي ثالث مشكلة قومية بعد مشكلة الغذاء والإسكان، ودي عنصر أساسي مهم جدا في تحقيق النهضة، ان نتعامل بطرق كويسة علشان تبقى المرور ماشي بها سهل. وبالطريقة دي ممكن الناس تحافظ على القوانين وتحترم أخلاقيات المرور وتحسن كل أوضاع المرور وتتفادى حدوث حوادث مفزعة على الطرق. كلنا عارفين طبعا الإحصائيات، أرقام صعبة جدا مفزعة، أن الضحايا اللي بيموتوا كل سنة على الطريق. مفيش دولة فاحت في العالم ما بتقعش فيها الحوادث، لكن عمالة تزداد بطرق بسرعة جدا على الطرق السريعة وحتى الطرق ما بين كل مدينة وأخرى وكل قرية وأخرى. ومعرفة الأسباب اللي بتؤدي لقوع حوادث الطرق يمكن احتواء البعض منها والسيطرة عليها وضع حلول مناسبة، وعشان كده الكنيسة بتحط الجزء ده بالذات، نرفع صلاة خاصة من أجل سلامة أولادنا في ذهابهم ورجوعهم وفي أسفارهم ورحلاتهم في البحار والأنهار والهواء، ونطلب ربنا يكون معهم ويصحبهم في الإقلاع والمسير ويرجعهم مرة تانية سالمين من كل أذى. نختتم الطلبة ده اللي هي أشورة المسافر نقول صلاة باكر، بأننا باعتبارنا احنا جميعا مسافرين ورايحين وطننا السماوي، والرحلة مليانة مخاطر ومليانة تعب، فبنطلب من سيد المسيح ان يوصلنا المينا بسلام، علشان احنا قلنا يا رب نحن أعدون يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها غير مضرة ولا عاصف ولا قلق الى الانقضاض. كان في رحلة لدير بلاديورو في شهر يوليو سنة 1996، في أسرة من سوهاج قررت أنها تروح تزور أديرة وادي النطرون وكمان دير مارجيرس في الخطاطبة. والأسرة دي مكون أم وولدين ومعهم واحد قريبهم ورايحين بيستعدوا، وابتدوا فعلا يسافروا، وكان بيسافروا طبعا السفر بالليل أحسن من بالنهار. والعربية ماشية بسرعة، وفجأة بقت العربية تتمرجح يمين وشمال، وعلى اليمين في ترعة قوية قوي، وعلى الشمال في مزارع، والمزارع دي برضو واطية عن الطريق. وستر ربنا ان ما كانش في عربيات قدامهم ولا عربيات وراهم، العربية عادت تتمرجح اللي حصل انفجرت عجلة من عجلات عربية، فالابن بالغلط داس على الفرامل فرملة جامدة، ده طبعا خطأ كبير جدا، وساعتها اتقلبت العربية كذا مرة. قعدت الأم تصرخ وتقول يا عذراء تعالي يا عذراء يا عذراء يا عذراء، وبعدها دخلت الأم في غيبوبة ما حسيتش بأي حاجة لحد ما فاقت وخطرعوها من العربية وطمنت ان كل جميع بخير، وناس حواليهم كتير جمعوا عشان يشوفوا اللي بيحصل. وفي وسط الزحام ده جت واحده ست وقوره كده ومعها شارب ابيض، ربطت براس الام وقالت لها بصوت هادي كده وبتطمنها مفيش دم هينزل تاني. وبالفعل الجرح اللي كان في راسها وقف الدم وابتدى يلتئم بسرعه جدا غير معقوله، يعني بعد ما تربط الجرح بايه بالاشارب ده. وبعدين انتبهت الام وقعدت تسال مين الست الحلوه اللي ادتني الاشارب ده، وكلهم ايقنوا ان ما كانش موجوده اني مور، فايقنوا ان هي العذراء هي اللي ادت لها الاشارب، وده علامه انها كانت موجوده معهم. بعد ما رجعوا من الديوره كانوا جنب كلهم بيسبحوا ربنا ويمجدوه على عظم صنيع معهم،
وكانوا راجعين بيرتلوا التسابيح وتماجيد العذراء مريم اللي هي طوق النجاة وصانع العجائب. أدي بركة ست العذراء في كل المواقف، زي ما شفنا في الحريق، زي ما شفنا في شفاء الأمراض، زي ما شفنا في محل المشاكل وهكذا. برضو في توقيت الخميس تقول لي فضلك دون الخلائق لأنك صرت سماء، وألبسك حلة رفيعة وأجلسك في أعلى مقام. السلام لك يا شفيعة واستحقاق للسلام، يا حمامتنا الوديعة خاصك رب العالمين. ربنا ندي نعمة ونشفع بها باستمرار، لأن شفاعتها قوية ومقبولة عند ربنا يسوع المسيح، ما يرفض الله طلب أبدا. ربنا ندي نعمة ونتمتع بمحبة العذراء والمعجزات اللي بتعملها وشفعتها عنا قدام رب المجد. لإلهنا كل المجد الآن وذاكرة. آمين. نسمع المديحة اللي جايه.